مناقشة التقارير وتقييمها مع المقترحات والنقد، يعني بند التقييم بشكل عام. بعدها راح يكون نقاش حول تخصيص ميزانيات خاصة للقطاعات الزراعة والري، التربية والتعليم، الصحة. البند السادس هو تفعيل جهاز الرقابة وتشكيلها في إدارة شمال وشرق. سبعة، قانون العاملين. نقاش حول اللائحة التنفيذية، وفي عنا بعض المقترحات أو خطط مثل ورشة عمل لهذا القانون رح نناقش عليها. ثمانية، جهاز التموين أو التجارة الداخلية. إذا في مقترح الإدارات إن الإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال وشرق سوريا قد أجرت اتصالات واسعة مع العديد من الحكومات والأطراف الدولية ذات التأثير في الملف السوري للحصول على تفاهم ودعم سياسي ودبلوماسي واسع يؤيد موقفها ويتفهم سياستها في الوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية لا مركزية تتفق فيها كل المكونات على دولة السلم. الكل يفكر في مصالحه الشخصية إلا الشعب السوري. أين نحن من هذه التشابكات ومن هذه الدوائر المتداخلة مع بعضها البعض؟ متى نستطيع أن نفكك هذه الخيوط؟ متى نستطيع أن نفكك هذه الدوائر؟ هذه مشكلة علينا أن ندرسها بشكل جد. وحدة الشعب السوري واحتلالها يضع النظام في دمشق أمام استحقاقات كبيرة وتاريخية، فالنظام مدعو الآن للوصول إلى صيغة اتفاق على أرضية وطنية مع الإدارة. وأعلنوا عدة مرات حقيقة، أعلنوا عدة مرات على حول مرة